طب انا مش عاجبني مش عاجبني، انا عايز اروح الغي الفورمه دي، انا عايز الغي الفورمه ماشي، لان الجنريتور ده اخد 20 سؤال، مع السلامه، كول فورم، والكويز الاخير اختبار حول الانفوجرافيك ده، مع السلامه برضو، لان احنا عايزين نحلل عدد الاسئله، يعني مثلا ابلود فايل، اما اقدر اخد فايل اقل من ده شويه، ده 97، ممكن ناخد حاجه في البرمجه، اخد مثلا حقيبه برمجه بلغه الفيجوال بيزك مثلا، عندي هنا دليل المتدرب، دليل المتدرب ضاع، ادله المتدرب والانشطه والاسئله والواجبات، تمام، اختبار عام، فين الدليل؟ كراسة ال ده كتاب اهو، مثلا البرمجة لغير المبرمجين، عبد الرحمن، دي أسئلة، دليل المدرب، دليل المتدرب، كل ده أسئلة، أنا عايز أجيب الكونتنت، دليل التدريب اهو، أيوه ده الكتاب، هو قال لي خد بي دي اف، أنت عم جرب البي دي اف، فده كتاب بي دي اف، قلت له يلا، رفعته، دليل تدريب البرمجة، قلت له كمل، انا عايز منه، جاب لي الصور بتاعت الكتاب، انت عايز سيلكت اول، سيلكت اول عدا الصفحات اللي في الاول دي طبعا، لان دي ده غلاف، وده جدول قائمة محتويات، شفت البي دي اف بيختلف ازاي، ودي البداية دي بشكر فيها دكتور دسوقي استاذي وكده، ودي مثلا البداية بتكلم عن البرمجة، ودي اكواد وخرائط تدفق، اوكي، ودي صور ودي كلام، فانت بتشوف الفايل، الفايل صغير جميل جدا اهو، فانا قلت له كام سؤال، قلت له انا عايز 30 سؤال بالعربي، 30 سؤال بالعربي من هذا وكلهم يكونوا سنجل ويس اور نو، والله يعني يا دكتورة، ولو حد عنده سؤال غير الدكتورة بلقيس، يعني مش عايز اعتمد على اسئلة الدكتورة بلقيس لحالها، يعني والله هنا يعني انا بعمل جنريت للبي دي اف ده، وانا قلت له 30 سؤال من بي دي اف، تمام، و30 سؤال انا شايف انه مش عدد كبير، يعني لو هو عجز معاه او عايز مصر على 20 انا اقسم له، بس هو ال30 مش كبير، يعني هو يقراهم، وخاصه ان عدد الملفات او الصفحات او الصور قليل، اتمنى ان يكون بالذكاء الكافي انه يقرا الصوره بتاعه البي دي اف، لان انا عامل لها كونفرت از ايمج، يعني انا بغلس عشان ما حدش ياخد البي دي اف يفتحه ياخد كوبي بيست منه، فانا بحول لصور وكده، فهو بيحاول يقرا الصور بتاعه البي دي اف او الفايل بتاع البي دي اف نفسه، ويطلع لي اسئله باللغه العربيه 30 سؤال، 30 سؤال دي مرحله اعلى من المرحله اللي فاتت، يا ريت لو حد عنده سؤال يكتب، لان في فتره البريك طلبت منكم انكم تجهزوا الاسئله في الاجزاء دي، هو ان شاء الله عدى، ان شاء الله ما يقوليش انه ما قدرش، انما هو بي دي اف، وده اصعب حاجه، لان هو مش نصي يتاخد كوبي بيست بسهوله، ده متشفر، تعال نشوف اختبار الشمس يا راجل، هو انا كده، هو انا ايه ده، اختبار معلومات على الطاقه الشمسيه، والله ما حصل، انا ما عملتش فايل بالشكل ده يا راجل، جاب الاسئله دي منين، قال لي يكون الفايل ده كده، والله ايه ده، طاقه شمسيه، والله العظيم ما اعرف، لا 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 لا، انا راح اشوف البي دي اف معاكم، لا 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 لا، طاقة شمسية دي عدت عليا، دي ده البرمجة، ودي دليل المدرب، ودي البي دي اف اللي انا استخدمته، ولا يكون في حاجة حصلت، ولا حاجة، ده البرمجة غير مدربين، والله مفيش حاجة عن الطاقة الشمسية، يبقى هو خرف في البي دي اف، طب كويس، خرف في البي دي اف ده، معرفش، ما انا ما قلتلك محوله صورة، يعني حتى الكوبي مش هيتاخد معايا مظبوط، يعني الكوبي بس همايوني كده يعني، فماشي هنشوف الباوربوينت، لان انا عامل باوربوينت، فهو البي دي اف هنا جاب لي طاقه شمسيه، هو باين عليه ماسكوتش، قال والله لا ريحه ولا اديله اختبار، بس طبعا اختبار خاطئ، نقول له لا متشكرين ومع السلامه، مع السلامه، والغي اختبار الطاقه الشمسيه ده بالبي دي اف، ما شغلنيش، بما الوورد زي الفل، الوورد زي الفل، تمام، وننزل
تحت خالص تاني، ونروح للتولز، ونروح للاي اي تولز، ونروح للاي اي كويز جنريتور، كل ده في حته واحده من الاي اي، وناخد. هو بيهتم بالبرزنتيشن والدوكومنت، يعني بيهتم بهم اكتر. فبقول له ابلود، انا عندي بي دي اف، انا كنت عامله عرض عرض التدريب. عرض التدريب ده اصلا عرض البرمجه، عرض في البرمجه، المفروض السلايد تبان لك هنا، المسار التدريب البرمجه، تمام؟ اوكي، ده مسار تدريبي، وده وادي اللوب التكرار، وفي اختبار قبلي، وكائنات واهداف. هنا طبعا بقى حاجه عامه، يعني البرمجه لغير المدربين دي برضو، لغير مبرمجين بي دي اف. ده بعد التطوير ده، هو كان منتج للجامعه السعوديه الالكترونيه، انا كنت عامل الحقيبه ديت للجامعه السعوديه الالكترونيه. بس هو لو انا اخدت الوورد بتاعه، المفترض يقرا صح بقى، ادي اوبن اهو، ده الوورد، دليل البرمجه لغير المدربين، ده وورد. بس برضو انا مش عايز الوورد ده، انا عايز الوورد الدليل، اخو البي دي اف بتاع الطاقه الشمسيه يعني، لانه هو كتاب، هو كتاب. واعمل هنا استمر، واقول له 30 سؤال وهاتهم لي بالعربي، على الله ما يخرف تاني، لان وارد الذكاء الاصطناعي يشتغل بمزاجه، يعني اسئله صح وغلط، واسئله اختيار متعدد، انه يجي يختار اجابه واحده. واقول له جنريتور المره دي 30 سؤال من ملف وورد، هو نفس الملف، حجم الملف الوورد نفس حجم الملف البي دي اف اللي جاب لي الطاقه الشمسيه. هو استكتر ال 30 سؤال في البي دي اف، ما قاليش كتير. طب 25، ممكن يا دكتوره تغريد 20. يبقى كده الحل ايه عندنا هنا في الجنريتور؟ الدكتوره بلقيس كان سؤالها عايزين ملفات ضخمة، هو قبل ملفات ضخمة مع عدد أسئلة. هنا برضو في الدليل البرمجة غريبة، يعني ما ماله ده 15 سؤال يعني هيرضى؟ ولا هو طبيعة الملف ده غير التاني؟ طب أنا هعمل لعبة دلوقتي، أجيب ملف الصغير بتاع النموذج، شوف حتى ال 15 مش راضي. طب يا راجل، طب خمسة، يبقى هو الملف الدوكمنت ده اللي فيه المشكلة، لأن الدوكمنت التاني طلع لي، لو ما رضاش بخمسة هنا يبقى العيب في الملف. انا ارجع اشوف الملف، العيب في الملف، لا في ايرور جنريتور هنا، العيب في الملف. يبقى انا كده ممكن الاسهل عندي ان انا اعمل ريفرش كده، ريلود، ونشوف ملفات دقيقة يعني تنفع. الملف ده مش نافع، مش راضي ياخد منه، قد يكون في مشكلة. انما الملف الاولاني بتاع الحقيبة بتاعت الانفوجرافيك اخده، وبالتالي نقدر نشتغل. طب انا عايز باوربوينت عرض الكورس لاب ده مثلا، ده كورس لاب، واقول له اوبن، واقول له هات لي 20 سؤال من، او 10 20 سؤال من الكورس لاب. طبعا اكيد لو في باقه مدفوعه ممكن يديني اكتر يعني اسئله، واقول له 20 سؤال كلهم سنجل تشويز وصح وخطا، يعني ده بي باوربوينت، ده باوربوينت. لو في مشكلة في الباوربوينت هيبان. هنا عندنا الدكاترة هنا بيقول لك بليز، بيقول لي 1 اور، بيقول لي الكويز جنريتور ليميت ويت 1 اور عشان تراي اجين بالاكونت ده. طب ما انا يعني هنا بيقول لك انت ما تقعدش تعمل اختبارات كتير كده. فلو انا جيت له كده في متصفح خفي، انا عايز اضحك عليه بقى، هعملها باكونت التاني ده، باكونت عبد الرحمن سالم، واروح للدليل هنا، بقول لك ممكن تعمل اكتر من اكاونت، واجيب البي دي اف ده، هشوف هيطلع لي نفس الرساله وهو اكاونت تاني ولا لا. ده شروحات كده كورس لاب، بالاول المعايير لحد انتاج البرامج، وازاي التبويبات والارتباطات كل حاجه يعني. اوكي، بس في صور كتير وكبير وكبير، وهنجري 10، وعربي وسنجل. اوكي، وقول له جنريشن او جنريت، ده اكونت تاني. هنا في برضو اريك بيقول لك كويز ليميت بليز ويت 1 اور اند تراي اجين، في مشكله بقى عنده. ولكن احنا هنا نرجع للدكتوره بلقيس وسؤالها، وبعد كده قال اه بيألف، ما هو ذكاء اصطناعي ما عرفش يقرا الملف. والدكتوره تغريب بتقول ممكن من الملف.
تقول انا رفعت ملف وعمل اختبار غير المحتوى، تمام، بس انا عمل معايا في النموذج صح، وفي ويا دكتوره ما تنسيش انا عملت اختبارين مظبوطين، انفوجرافيك وايه تاني والنموذج، تمام. دكتوره تغريد بتقول في ممكن يكون في مشكله يحتاج تطوير، لا يعني هو بيقول لي استنى 1 ساعه وجرب، يمكن في مشكله في السيستم دلوقتي. المهم هو بينصحك، بيقول لك تابلود الملف اللي فيه الليسون او اللي فيه الشرح، وهنا بيقول لك تختار نوع الاسئله، وانه بيقول لك بينصحك هنا ب 10 اسئله هو كاتبها لك حتى، بس احنا عملنا 20 سؤال، وتعمل ريفيو، وبيديك هنا بس برضو ان ده سيف تايم، يعني بيضيع بيخلص بسرعه، يعني من اول الابلود لحد الاعداد لحد الشير ما بياخدش وقت، يعني هو يا دوبك دقيقه. وبيقول لك انك ممكن تختار اكتر من نوع من الاسئله، بينصحك كل دي ملفات مساعده، بيقول لك اللي بيقبل البي دي اف وبيقبل البي بي تي بتاع الباوربوينت وبيطلع جنريشن، وانا انا مجربه تمام التمام. طبعا في الانجليزي مش هيديك غلطه، بس في العربي اشتغل معايا كويس، اشتغل معايا كويس في نموذجين في ملفات صغيره خاصه. طب انا ممكن يكون هو قفل عليا حاجه، اقول ليف، هعمل ريستارت هنا وناخد الملف الصغير تاني، لو ما قبلوش يبقى هو قافل لي الاكونت انا، لان قعدت اعمل اختبارات كتير يعني ورا بعض. فتعالى هنا ابلود النموذج، كان فين النموذج في التول، وادي النموذج بتاعي اهو، مش فاكرين النموذج ده اللي زي الفل، 10 اسئله عربي ده لسه مجربينه، وسنجل تشويس بس مفيش صح وخطا، واقول له جنريشن، قال لي لا، قال لي انت جرب، قال لي انت ما تقدرش تشتغل، خلاص ليك ليميت في الكويز، تجرب بعد ساعه. فانا جربت كتير يعني، انا بس اللي مش فاهمه ان هو برضو على عبد الرحمن سالم قفلوا على ايه في الجنريشن، تمام. تطبيق ممتاز طبعا يا دكتوره تغريد، يختصر الوقت والجهد، تمام. يبقى انا هنا عندي اي اي للكويز وجرب معايا، بس هو قفل عليا عشان العدد يعني، لان هو مجانا، اكيد في باقه بقى كاستمايز لما تشتري يديك امكانيات اكتر يعني، لان هو عنده اسعار، هو هنا عنده اسعار اساسا، وانا بشغل في الباقه الفري اللي من غير حاجه خالص، الستارتر، اخد بالك، هنا اخد في الستارتر فري خالص. فعدد الفورمه ليه ليميت، عدد كل حاجه ليها ليميت هنا، ماشي. طبعا غير الباقه اللي هي الكاستمايز برايس اللي داخل فيها الاي بي اي والمور، داخل فيها الذكاء الاصطناعي والحاجات دي، انا عمال اشتغل في باقه مش باقتي، تمام، لانك هنا انت بتقول انت عايز تشتغل ايه، تجرب كل حاجه، بس طبعا احنا بنجرب في المجاني، ده هدفنا، ماشي الكلام.